تمام يا فندم. رقيب اول مقاتل احمد حسني عبد ربه من قوات مكافحه الارهاب في شمال سيناء. كان ليا الشرف اني شاركت في مداهمات كتيره في شمال سيناء واتصبت اكتر من مره. كان نفسي انول شرف الشهاده، لكن الحمد لله ربنا انعم عليا بالاصابه، ويا رب تكون شفيع ليا. في اخر اصابه ليا كنت نازل اجازه جوازي، وعرفت ان في مداهمه كبيره ضد عناصر تكفيريه شديده الخطوره في الشيخ زويد، فكان واجبي وحقي بلدي عليا هاجل نزولي لحد ما شارك في المداهمه. واثناء المداهمه اصبت بعبوه ناسفه سببت لي بتر في الساقين وعجز في الايد اليمين وشظايا متفرقه في الجسم. وزمايلي نقلوني للمستشفى، وفي الوقت ده جات لي خطيبتي وقلت لها كل شيء نصيب وان هي تكمل حياتها لان علاجها هيطول. ردت عليا وقالت لي شرف ليا ولاي بنت مصريه ان هي تكمل حياتها مع ابطال زيكم. وهي دي الست المصريه الاصيله اللي دايما بتظهر في وقت الشده. وكانت اكبر تعالي اقفي جنبه لو سمحت، تعالي اقفي جنبه. كانت اكبر عوض ليا من ربنا ورزاني بيها وباولادي. فلو في بطل حقيقي يا فندم في قصتي فهي زوجتي،